الحمد لله على ما أنعم والشكر له على ما ألهم، وصلى الله على محمد وسلم. الآن وصلنا إلى الباب الثالث والأخير، وهو لب هذه الرسالة. يقول الشيخ رحمه الله فيه: مصدر القرآن الكريم، مصدر القرآن الكريم. الآن قبل أن نتحدث عن القرآن، نتحدث من ما هو مصدر هذا القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: القرآن الكريم فكرته عجيبة، فهو من أوله إلى آخره يتحدث إلى الرسول الذي جاء به بقول: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك، إنا أنزلنا إليك. انظر، فهو يحدثنا أن هناك مصدرا آخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت يا شباب؟ أن هناك مصدرا آخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المصدر هو الآن يفتش عنه. الشيخ يقول: سنفتش معا عن هذا المصدر. والآن هو يخاطب من؟ يخاطب كفارا، فيقول: تعالوا هلموا معا نفتش عن هذا المصدر. يقول: إنه حينما لا يتكلم إلى الرسول مباشرة، فستجد أن هناك كلمات توضح لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها: إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا يا شباب. ثم يقول: وكيف، لكن كيف لا ننسب القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد تكون هذه الفكرة نابعة منه صلى الله عليه وسلم. يقول: لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه يرفض هذا. يقول: أنا ما جئت بهذا القرآن. يقول الناس: هذا كلام عجيب. نقول لهم: ألم تصدقوا أن موسى عليه السلام، بل إن موسى عليه السلام قد أخبركم بأعظم مما أخبركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: أخذت الوحي عن من؟ عن جبريل. عن من؟ عن رب العزة. أما موسى عليه السلام فقال: حدثني الله تعالى مباشرة. فيقول: أنتم تقبلون فكرة أن يكون هناك حديث مباشر، ثم أنتم ترفضون في نفس الوقت أن يكون هناك وسيطا بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. من كان أكثر تواضعا في هذا الموقف؟ يقول محمد، يقول: أنا أحدثكم عن الله بواسطة جبريل، وأما جبريل وأما موسى عليه السلام فكان يحدثكم مباشرة، فكيف لا تفقهون؟ هذا ابتداء. خلاص يا شباب، أرأيتم كيف يفكر الشيخ رحمه الله؟ نعم. ثم يقول: القرآن الكريم نفسه يقول إنه كتاب سماوي، إنه لقول رسول كريم، يقصد من؟ جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يقول هذا يقال للكفرة بالوحي، وأما المؤمنون بالوحي فيعلمون ويقرون بأن هذا وحي إلهي. إذن لنبعد عن حجة الإعجاز اللغوي في القرآن والمؤيدة لمصدره الإلهي. نعم يا شباب، أعظم إعجاز القرآن بلاغته. أعظم إعجاز للقرآن ماذا؟ بلاغته. ولعلي قد أثرت إليكم هذا من قبل. انظر مثلا، لو عرضنا جزءا من بلاغة القرآن الكريم، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، كان المتوقع أن يقول ماذا؟ فتولى فرعون فجمع كيده فأتى، حرف الفاء. انظر، فتولى الفاء، فرعون فجمع فاء كيده ثم لم يكن فأتى. لماذا؟ هنا بلاغة القرآن. القرآن يريد أن يقول لك إن فرعون كان مشغولا كل الشغل بتحصيل الأعوان على مواجهة موسى، لكنه لما جمع أعوانه خاف خوفا شديدا من أن يخسر المعركة، فتباطأ في ملاقاة موسى عليه السلام. فتولى فرعون، تولى سريعا، فجمع سريعا، لكن وقت المواجهة ثم، التي تفيد التباطؤ. انظر بلاغة عجيبة في تصوير الحرف فقط القرآني. فهمتوا يا شباب؟ وأنا لو تعرضت لكم لهذا قد يطول شرحه. نحن نتعرض لأمثال القرآن بهذه البلاغة القرآنية، ولذلك آثرت أن تكون رحلتي إلى سومطرة الدعوية أن تبين بلاغة القرآن الكريم في هذه يا شباب.
على أي حال يقول القرآن الكريم سنضرب صفحا عن بلاغته، خلاص اترك هذه البلاغة، البلاغة نفسها تدل على أن مصدره إلهي لا بشري، فما أوتي أحد من البشر مثل هذه التعبيرات أبدا، حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد وإن كان الحديث ضعيفا، هو أفصح العرب نعم صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك بلاغته لا تضاهي أبدا بلاغة القرآن، بل أنت إذا نظرت إلى النص النبوي والنص القرآني ستجد أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا مع بلاغة النص النبوي يا شباب. خلاص، فالشيخ يقول لن نفتش عن هذه، لن نثبت ببلاغته أنه معجز ولا أنه من إله، لكن سنثبت بشيء آخر لنفتش معكم بطريقة العقل والفكر علنا نصل معه. إذا نريد أن نحصل على مصدر للقرآن الكريم، الشيخ كيف يفكر؟ يقول الفصل الأول البحث عن مصدر للقرآن الكريم في الفترة المكية، ثم البحث عن مصدر للقرآن الكريم في الفترة المدنية. لنلتقي مع الشيخ رحمه الله. انظروا يا شباب، يقول الشيخ ماذا؟ كلام هذا كلام يا شباب يكتب بماء الذهب. نعم، الشيخ دراز هذا رحمه الله. ها أنت تستمتع وأنت تستمع إلى بعض جمله، بعض جمله. نعم أنا أقول بعض الجمل، إنما أختصر لأن الكتاب طويل، وهذه هذا أسبوع لن يكفي وساعات محددة، لكن انظروا إلى بلاغتي عندما تقرؤون الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله أولا لنبحث في البيئة الوثنية. خلاص، أين نشأ محمد صلى الله عليه وسلم؟ في مكة. إذن خلاص جميل، نفتش في بيئته. بيئة محمد صلى الله عليه وسلم كانت بيئة ماذا؟ وثنية، تعبد الأصنام وتعدد الآلهة، هو جاء يصادم تعدد الآلهة من أول يوم. فلو كان نابعا منهم أو آخذا عنهم ما خرج على نهجهم. فهمت يا شباب؟ لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم القرآن ما هاجم تصوراتهم ولا عقائدهم. الآن أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ألم يكن هذا كلامهم؟ فهمت يا شباب؟ فالآن هو يقول الشيخ لننظر إلى البيئة الوثنية، لكن إن تعجب فعجب من هؤلاء الغربيين الذين يسمون بالمستشرقين، يكذبون كذبا واضحا، لم يستطيعوا حسن الكذب يا شباب. نعم. يقول هناك إرنست رينان وهو يقدم لنا هذا الأنموذج، فماذا فعل؟ يقول محمد ومصادر الإسلام. أنت ستلحظ في كلام المستشرقين والمنصرين وأعداء الإسلام مصادر الإسلام، يقول الإنجيل مصدر مصادر الإسلام، الجاهليون، أشعار العرب. خلاص نفتش معا معا، الشيخ يأخذ يقول خلاص لنبدأ خطوة خطوة، لنبدأ بالمصدر الأول الحياة الوثنية. انظر هذا الكاتب، هذا الكاتب يفعل شيئا عجيبا، يصف العرب بأنهم أمة العلم وأمة كانت متميزة في العلاقات الإنسانية، بل أمة كانت تنكر تعدد الآلهة. كيف هذا يخاطب من؟ يحدثنا عن أي عرب هؤلاء في وقت النبي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر يقول ماذا؟ هذا شعب كان يدرك قيمة الحياة، الشعب الجاهلي الذي كان يقاتل 120 عاما من أجل ناقة شربت قبل ناقة، يقول شعب يعرف قيمة الحياة، ما شاء الله، ولم يعرف تعددا ولا تنوعا للآلهة. هم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، هم يقولون هذا القرآن صور كلمتين. ترى لو كان القرآن يحدث عن بلد أخرى لقالوا له ماذا؟ لا نعرف هذا، نحن لا نؤمن بتعدد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكة فكسر 360 صنما بعدد أيام السنة في فتح مكة يا رجل، في السنة الثامنة للهجرة كسر 360 صنما، يعني بعدد أيام السنة، تخيل لكل يوم صنم كسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 300. ثم يقول هذا الرجل لم يكن هناك تعدد للآلهة، يا سلام، يا هذا عجيب، يعني كذب صريح واضح. يا أخي إن كنت كاذبا فكن عاقلا. يقول وكان لديهم حماسة دينية قوية ومتمسكين بالشعائر الدينية. الشيخ دراز يرد يقول وكأن، يعني كلامه ليست هذه عباراته، يعني
يقول وكأن الرجل لا ينظر إلى القرآن الكريم الذي نقل أقوال المشركين أنفسهم له. يعني القرآن الكريم كان ينزل بينهم في وسط مكة ويقول أقواله وهم يستمعون إليه. لو كانوا يؤمنون بالإله الواحد هل كان لديهم هذا العدد من الأصنام؟ هذه ترهات. هذا يقول أراد الكذب الواضح فلم يستطيعه. يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء أمة كانت ترعى العلاقات والأدب مع أن الزنا كان منتشرا، مع أن الخمور كانت منتشرة، مع أن القمار كان منتشرا، مع أن وأد البنات كان منتشرا. القرآن الكريم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأنتم تعرفون قصة زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يمنع الموءودة ويقول لهم أعطينيها أربيها ثم يأخذها هو فيربيها ويرعاها، فإذا تمت يقول تأخذونها أما أخذها أنا؟ أهلها أرادوها يأخذونها، وإلا خلاص تكون عنده ابنته يرعاها ويكفلها. وإذا الموءودة سئلت، هذا المجتمع كان مجتمعا دينا يدفن البنت حيا. أما لو كان مجتمعا دينا ماذا كان سيفعل؟ يعني إذا لم يكن مجتمع غير دين ماذا سيفعل؟ إذا كان وهو دين يقتل البنات أحياء، فإذا لم يكن هو مجتمع دين فماذا كان سيفعل أكثر مما فعل؟ هذا عجيب. يقول الجشع وإهمال الفقراء وكل ذلك قد صوره القرآن يا شباب. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها. وابن عباس يقول من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ فوق 120 في سورة الأنعام. تذكرون هذا الكلام ونحن نشرح؟ ها يا شباب نفسر فوق 120، انظر إلى جهالات العرب، قتل وسفك وإلى آخره. يقول أنت تتعتد عن مجتمع غير موجود إلا في ذهنك أنت، هذا في رأسك. أنت تريد أن ترسم صورة لمجتمع غير موجود في مكة وتقول كان المجتمع المكي ما شاء الله، يصف المجتمع المسلم بأنه مجتمع مكة الناشئ في الوثنية والأصنام وتعدد الآلهة.